منى صفوان خدت اتجاه اخر وقالت ان ما يجري في اليمن وقيام عيدروس بما قام به وانزواء هادي هناك في فنادق المملكه العربيه السعوديه بيمثل مفاجاه في اليمن، المفاجاه الحقيقيه كما تقول منى صفوان ان قطر هي الرابح الاكبر في كل ما يجري. شيء كان تحليل مختلف ان قطر هي تربح مما يجري في اليمن، ولقصة ودور قطر في اليمن موضع آخر في حلقة أخرى إن شاء الله.